السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ مزيان. اليوم غنوريكم اسهل طريقه بالنسبه لتحديد الديغرادي يكونوا الجناب عامرين. المهم اخوتي، اول حاجه كنبداو بها هي نفرقوا الشعر. بالنسبه اللي كيكون الشعر ديالو كبير، اول حاجه نفرقوا الشعر هو الاول. ثم اخوتي غنطراسيو الزيرو ديالنا، ولكن اخوتي دابا ما غاديش نديرو بحال الفيديو اللي كنا درناه من قبل، غادي نحاولو نقصرو الفيديو. فهمتي؟ هذاك الفيديو كيكون كبير، كيجي طويل بزاف، بنادم كيقنط منه. دابا غادي نختصرو بزاف. انا غادي نخدم غير في جهه واحده، ولكن نتوما ما ديروش بحال اخوتي. انا يا غير بغيت نسميتو ما نطولش عليكم الفيديو صافي. المهم باش ما ضربتو، دابا غنضغط راسينا الزيرو، غسير بالزيرو ديال كله. وفين الزيرو ديالك؟ صافي، غير تسالي فين الزيرو ديالك. مزيان، غنشدوها مشطرق من جوج، رقم جوج صغيرة، وغادي نديرو سميطة تقريبا جوج سنتيم هكاك. وكيف ما كنقول لكم اخوتي، الخطيف ضروري اخوتي باش تكونو كضربو بجوج، ضروري تكونو يديكم مشطة، ضروري باش كتساعدكم، حيت الجناب كيكونو عامرين راكم عارفين، ضروري خصك تخدم بيها اخوتي. كما قلت لكم اخوتي، هانتوما جوج دابا ما تمشيوش، ما تضربوش كي بحالي. انا ضربت دابا بالمشطرق من جوج، خدمو في هاد الاتجاه هادو، خدمو حتى في الاتجاه الاخر. اما انا راني كنخدم دابا، كنخدم غير في اتجاه واحد، ولكن نتوما ما ديروش بحال اخوتي، خدمو في هاد الاتجاه هذا ودوزو الاتجاه الاخر. دابا اخوتي نديرو الزيرو ونص، غنمشيو مع السميطة، غنمشيو السميطة تقريبا نص سنتيم هكاك، ونمشيو مع السميطة ديالنا كامل في هاد الاتجاه هذا والاتجاه الاخر. دابا اخوتي غنديرو 0.25، راكم عارفين اخوتي 0.25، نمشيو غير ضربه حدا ضربه باش كتمشي الخدمه مفينيه مزيان. دابا غادي نردو الزيرو، نربو غير بالرأي بالشوكه ديال الماكينه، غير بالرويس، غنمشيو ضربه باش كتمشي الخدمه مزيان اخوتي. دابا نشدو المشترك من واحد ونديرو سميطه تقريبا سنتيم. دابا اخوتي غنزيدو الزيرو ونص ديال الماكينة، هي الواحد ونص.
ديال المشطة هي 0.5، ونديرو نزيدو على 0.25 ديال المكرم. تسالينا بالمشطة ديال 0.5، نديرو 0.5 ديال الطوندوز ولا 0.25، وكندوزو يدوزا خفيفة. إلا بينا شي حاجة شي ضريبة سخفاف كنطيحوهم وصافي. رقم 1 سي دابا مشطا ومقص، وكيف ما كتشوفوا هي ضربه ضربه.